تكلم معه تكلم واحد يتكلم تذكر أبو كل صلاة صح. بهذا الشيء ما يضر إن شاء الله وجزاكم الله خير. تكلمت يعني أترك المجال غيري. نعم فهذا شيء أنا بلفت حسن منك يا أبو عيد طالما. فبس نحن اللهم أن نذكر وأن الذكرى تنفع المؤمنين. هيدا بس يعني في مجمل المعنى. إنزين الذكرى تنفع المؤمنين والمقصود في المؤمنين الناس اللي تؤمن بوجود الله. فأكيد ما راح يتبرع في مثل هذه الأوقاف اللي فيها خير واللي فيها بركة على الإنسان واللي فيها خير لك في الدنيا والآخرة إلا الإنسان مثل ما تقول اللي مؤمن بالله ومؤمن بقضاء الله وقدره. فالإنسان يحتسب لنفسه في الدنيا يحتسب لنفسه في الآخرة. الحين أنت إذا قدامك خطوة وشخص قال لك أن الخطوة هذه موثوقة بتمشي عليها، فما بالك إذا قال لك أنت سيد الأنام وأعلى يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم درجة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال لك أعمل بهذا الشيء وبتكون معي جار لي في الفردوس الأعلى في الجنة. فهذه قضية مش قضية عادية، بالعكس الإنسان مفروض أنها يبذل فيها الكثير والقليل. فما بالك إذا هي فقط 300 ريال من تسهيلات جزاهم الله خير اللي هم أبطال أملج، جمعية أبطال أملج. ف 300 ريال تكفل فيها ايتام مدى الحياه من خلال ويش؟ من خلال هذا الوقف اللي يكون يعني 300 كنت هذه اللي معك اللي سويتها بالوقف هذا راح تكون استثماريه في هذا الوقف اللي ان شاء الله بيطور من الايتام. باول بدايه يكون لهم معونه وبيكون لهم تعليم وبيكون لهم تدريب وبيكون لهم حتى وصولهم الى الاكتفاء اللي هو الوظيفه، لان اكتفاء اليتيم بعد البلوغ. في الجمعية قالوا لا، اكتفاء اليتيم عندنا إذا استلم وظيفته ودار حياته بنفسه. فهذا صراحة يعني هذا الشيء اللي يخلينا نحن نجتهد باللي نقدر عليه كل لجل هذه مثل هذه الجمعيات اللي فيها الصفات الحسنة هذه. وجزاكم الله خير، والوقف قريب بيوقف، فساهم لنفسك لو بريال ترمي في الوقف. جزاكم الله خير. آمين إن شاء الله. جزاكم وجزاكم خير. نحن كلنا في قضية واحدة. ما غير الالتواء بس. بس شو الالتواء؟ تخلكم هديات. لا. وجهك اللي شفته هديه. إن شاء الله. بالليلة بكرة إن شاء الله تجي معلوم. إيه كذا إذا سويت خلاص تقدر. يوم ما قدرتني أفك اللوشات. تطلب من التيات والله حلو. لا ماني برايح. اثنين نروح لا.